السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انت عارفين احنا في الريفت عندنا حاجة اسمها طيب وانستنس. يعني لما اتعلم كده يقول لك ايه الطيب، يبقى انا هعدل على كل النوع دوت، النوع الستاندر ده كله هعدل عليه مرة واحدة، تمام. انما المعلومات اللي هنا دي بتبقى خاصة انستنس، فلما بتيجي تقول له انا عايز ابدا اصدر المعلومات اللي عندي، بيبدا يقول لك خلي بالك ان انت عندك طيب، دخل المعلومات بتاعته وشوف ايه البارامتر اللي عايز تضيفها، وعندك انستنس. الكومبوننت ده هو الانستنس، تمام. لو جيت كده على جدول الاكسل هتلاقي الطيب هما، تمام. في بعض العناصر بتبقى موجودة مرة أو مرتين أو ثلاثة، فهتيجي هنا الكومبوننت هتلاقيهم أكتر، وهتلاقي عندي مثلا في الدور موجود أكتر مرة، النيم ده حاجة أساسية، هو ده اللي يعتبر الاي دي أو رقم مميز أو كلام مميز، ما ينفعش إن هو يتكرر. يعني هتلاقي الرقم ده مختلف عن ده مختلف عن ده وهكذا. وبتبدأ بقى تحط معلومات الباركود، بحيث إن لو أنت عندك جهاز تعدي على أي مكان فيهم تعرف المعلومات بتاعتها كلها، التاج نيم، المعلومات الأريا، اللينس وهكذا.